معنا بحث العود الأزرق طاب موالي ترحب بضيوف هذا الحفل وحضوره والبن الأشقر نصب اليوم بدلالي الافراح مغفوره معنا فتى العود الازرق طاب موالي ترحب بضيوف هذا الحفل وحضوره والبن من افكار نصب اليوم بدلالي هات الفناجين والافراح طابت بضيفانا نام الخصم شهر اسمع وعلالها تفتخرهم خير العيال واليوم بالذات يوم سلطان مسهر عرس والين دايم قدرهم عالي واخلاقهم بين كل الناس مشهورة صالح عرس وهو بقلوب الاغالي فهمين وكل المكارم فيه مغفورة الرجالي المجد له دام قانونه ودستوره صلاح شمخ دراسه مثل رجالي وقلت فيها الشعر شاشت فيها اسطوره مبروك للي صدق بقبالي وافعالي في يوم عرسات يوضح بس بتشعوره اولاد راعي الكرم في اول وتالي له قام بكمال محبه فيه محصوره كل الأحوال طلبت بضيفانا نام الخصم شهر سبعة 6 7 1 5 1